ننتقل على السريع لأول أخبارنا الموجودة معنا لليوم. في اختراع جديد رحت أكيد سمعتوا عنه في فقرة العناوين، ولكن أول ما قريت هذا الاختراع فعلا استغربت، قلت معقولة وصلنا بالتكنولوجيا لهذه الدرجة في حياتنا؟ تخيلوا أنه هذا الاختراع يسمح للأم الحامل باحتضان جنينها. طبعا اكيد استغربتوا، راح تقولوا معايا كيف. راح نتعرف في تفاصيل هذا الخبر. طبعا زي ما قالوا انه تستطيع الحامل الان احتضان جنينها، ونموذج هو عباره عن نموذج مطابق لجسم الجنين الموجود في رحمها بفضل اختراع شركه روسيه تستخدم السونار لبناء صوره ثلاثيه الابعاد للجنين من خلال طباعه مجسم يشمل تفاصيل مذهلة، وبكذا تقدر الأم تحضن جنينها. والله الله من الفضاوة صراحة، يعني الطفل جاي ما نفهم، مستعجلين عليه صراحة، يبغوا منه نسخة مصغرة ونسخة. أهم شيء حسن التربية وحسن التعامل ولا تعنفوه عشان يطلع إنسان يعني كويس. ما أدري مستعجلين على إيش. خلينا نروح إلى حاجة مختلفة تماما، وهي قصة للص يذهب إلى المحكمة بسيارة مسروقة. بين الجرأة والغباء تدور أحداث هذه القصة وهذا الخبر. إذ وصل متهم أمريكي بسرقة سيارة للمحكمة، زي ما قلنا، بينطلق في قضيته على متن سيارة مسروقة. وأوضحت الشرطة أن المتهم جوناثان لم يصبر طويلا عشان ينفذ عمليته التالية، إذ كان مطلوبا أمام المحكمة بتهمة سرقة سيارة أخرى والتلاعب بها. خذ نفسك بين سرقتك وسرقتك الثانية يا مجرم، يعني مو معقول كذا. أنا أول مرة أشوف ناس بهذه الطريقة. والاختراعات أيضا مستمرة معانا، وقريبا راح نشوف طلاء أكثر بياض أو من الأبيض بثلاثين مرة. بفضل مين تتوقعوا هذا الشيء رح يصير؟ بفضل الخنافس. وطور الباحثون طلاء أبيض تفوق درجة صناعته اللون الحالي، زي ما قالوا، وهو مستوحى من خنفساء تعيش في جنوب شرق آسيا. ومن المتوقع أنه في غضون سنوات قليلة رح تستطيع دهان بيتك من جدران ودهان جدران منزلك بلون ناصع البياض، ومثل ما سموه بلون أبيض مشرق، دون استخدام الصبغات الكيميائية. أتوقع هذه صورة الخنفساء اللي تعيش في جنوب شرق آسيا اللي راح يستخلصوا منها هذه المادة اللي تفوق البياض الموجود حاليا في الدهانات بثلاثين مرة. واو. إلى الذئاب الآلية باليابان ولحماية المحاصيل الزراعية، يعني بيصنعوا حاجات أكيد لأهداف ومغزى مهمة. ابتكر اليابانيون ذئاب آلية شبيهة بحد كبير إلى بالحقيقية، يعني بيحاولوا أن هم حتى يحاكوا الواقع في صناعتهم عشان بس يحموا محاصيلهم الزراعية من الخنازير البرية. تعمل هذه الذئاب الآلية تحديدا على البطاريات، وهي قابلة للشحن عن طريق الطاقة الشمسية برضو، يعني إذا ما لقيناها من هنا حلقناها من هنا. وتقوم عن طريق العواء بإخافة أي مخلوق قريب يقترب من الحقل ب$5,000. كنا نستخدم زمان الفزاعات، الآن التقنية والتكنولوجيا وصلت المزارع. ومستمرين في الأخبار في عالم الحيوان، راح تشوفوا معايا فيديو لأول مرة. هذا الفيديو ممكن نحن نشوفه في الأفلام، ولكن هل هذا الفيديو فعلا حصل في الطبيعة؟ فعلا حصل لغواص ينقذ سمكة القرش، وقرش أبيض تحديدا بشجاعة. شايفين كيف؟ حنشوف مع بعض كيف أنقذ هذا الغواص على إنقاذ سمكة القرش الأبيض. حط يديه تحت فمها ودفعها بعيدا عندما اصطدمت بقفص يقف بداخله. طبعا هذا القفص اللي يدخله في الغواصين في أعماق البحر لاستكشاف عالم البحار، وخصوصا أسماك القرش التي تعيش في هذه المنطقة. وبعد كذا بعدها بدقيقتين على أسماك القرش مع مجموعة من الغواصين. شوفوا كيف هنا دفعها بقوة عشان ينقذها من هذا القفص. طبعا بعد كذا سابته وراحت بعيدا. يا قوة هذا الغواص. أتوقع أنا لو كنت مكانه وما أعرف إيش كنت سويت بالضبط، أصلا ما راح أنزل. احنا ننتقل من الخوف الى الطرافه وافكار طريفه وغريبه لسطح مكتب جديد على الحاسوب.
ناقصين احنا نقعد نشغل اوقاتنا على الحاسوب. طيب يقول لك يعد الجلوس لساعات طويلة امام اجهزة الحاسوب هي من الامور المرهقة، وهذا بلا شك موجود خاصة اذا كان سطح المكتب ممل. وفي ايضا تقرير مصور في من موقع بورد باندا اللي تم جمع بعض من اروع واطرف واغرب خلفيات سطح المكتب الموجودة في العالم، ربما تدفعك ايضا لتغيير خلفيات سطح مكتبك في اسرع وقت وتجلس وقت اكثر. والله ما احنا ناقصين. وبكذا مشاهدينا انتهت الاخبار.